ثقافة أمنية وقانونية. بسم الله الرحمن الرحيم. العبث أو تغيير الحقيقة في الأوراق الحكومية يعد تزوير، وهذا المصطلح يا ما سمعناه، وأكيد البعض صادفة وقد يكون واجهة أثناء إنجازه لمعاملة ما. نحتاج نوضح الوصف والمعنى الصحيح لجريمة التزوير في أوراق رسمية، لأن الحقيقة يا أخوة بأن خطورة هذه الجريمة فعليا تكمن في سهولة ارتكابها وعقوبتها الجسيمة في الوقت ذاته، بمعنى أن التحضير والارتكاب لهذه الجريمة أبسط بكثير من الإعداد والاستعداد والاقتراف اللي تتطلب جرائم أخرى كالقتل والسرقة. فيكفي أن أنت تقوم بتغيير كلمة أو إضافة رقم أو حذف صورة أو تقليد إمضاء أو القيام بأي تغيير أو عبث يطال الورقة الحكومية حتى تقوم هذه الجريمة. أذكر في إحدى المرات بأن أحد الأشخاص عمل على تغيير البيانات الخاصة بالإجازة الطبية الممنوحة له من أحد المراكز الصحية، يعني زاد في عدد أيام الإجازة، بدل يوم غيرها إلى يومين، وبطبيعة الحال التغيير كان سهل جدا، وما تخيل أبدا للأسف بأن عقوبة هذا التحريف غليظة وبيكون له الأثر البالغ على حياته ومستقبله. بنحلل هذه الواقعة من ناحية قانونية عن طريق طرح الأسئلة التالية: 1- هل في تغيير في الحقيقة؟ نعم، وهذا التغيير لامس عدد الأيام في ورقة الإجازة الحكومية. 2- هل كانت هناك نية استعمال هذا المحرر أو الورقة اللي تم العبث فيها كورقة صحيحة؟ نعم، والدليل بأن دفع بالإجازة الطبية إلى جهة عمله. 3- هل هذا التغيير سبب ضرر؟ إي نعم، والضرر هو فقدان الثقة في الأوراق الرسمية اللي تمثل الدولة وأخذ شيء ليس من حقه. 4- ما معنى المحرر الرسمي؟ هي كل ورقة تصدر من وزارات أو مؤسسات الدولة أو تكون موقعة من قبل موظف يعمل في القطاع الحكومي. 5- ما هي طرق التزوير؟ باختصار كل تغيير تحدثه حتى لو كان في جزء بسيط من الورقة الحكومية ويؤدي إلى تغيير الحقيقة وبنية استعمالها كمحرر صحيح. عقوبة التزوير في أوراق رسمية تكون السجن اللي ما يزيد عن 10 سنوات، ولا تتذرع أو تعذر بأنك تجهل القانون، لأن باختصار لا يعذر الجاهل بجهله للقانون، ولا تنصت ولا تذعن في يوم من الأيام لحديث النفس وتمشي في طريق الكذب والغش، وطول ما اللي تفكر في الإقدام عليه يصطدم بدينك ويختلف مع أعرافك وعاداتك وتقاليدك ويتعارض مع أخلاقك الحميدة ويجافي عقلك ومنطقك، فأكيدا ويقينا بيكون مخالف للقانون، ومن غشنا فليس منا. مع تحيات الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.